الرياضة فينا من الصغر. والدي كنت دائما أشوفه في كرة القدم. رحنا نادي السالمية، وطبعا يلعبون اللاعبين اللي يعرفونهم، المدرب يلعب اللاعبين اللي يعرفهم. فأنا كل شوية حق المدرب أقول له كابتن ألعب وياهم، قال لي استنى يعني شوي ربع ساعة كابتن أبي أزل أدش. قال لي استنى علي شوي كابتن، بس أنت مين؟ قلت له أنا مسعود. فقال لي أنت كم يوم لك في النادي؟ أدي إيه؟ قلت له أنا اليوم يعني. قال لي يا ابني ده الناس اللي هنا صار لهم شهرين وثلاثة وأنت اليوم جاي عاوز تلعب. في سنة 87 لعبنا تحت 15، فبهالسنة خذوني منتخب تحت 13 سنة. في سنة 87 كنت في تحت 15 سنة، وكان يدربنا نفس ما قلت كابتن أيمن، وكان في دوري تحت 15. لعبنا الدوري، ما أذكر شنو كان ترتيبنا، كنا نخسر وكنا نفوز، بس يعني تم اختياري إلى المنتخب من خلال 15 سنة أنا مع أحمد سعيد، تم اختيارنا إلى المنتخب في هالسنة هذه 87. ونفس ما قلت لك كنا صغار، يعني كان عمارنا تقريبا 13 سنة. تم اختيارنا إلى المنتخب، لعبنا في مباريات لعبناها بس ما يعني لعبنا ضد منه ما كنت أذكر يعني. عقبها انتقلنا إلى مرحلة أكبر، مرحلة تحت 17 سنة، وهذه كانت في سنة تقريبا 87. كنا صغار لأن ما كان في تحت 15، كان في 13 و17. أنا وأحمد سعيد كانت أعمارنا 14 سنة، فانقلونا كوننا احنا لاعبين زينين في المرحلة هذه، خلاص ينقلونك إلى المرحلة اللي أكبر. لعبنا في سنة 87 تحت 17، ما كنت ألعب وايد كوني صغير 14 سنة، في مباريات لعبناها. طبعا استمر انضمامنا إلى المنتخب في سنة 87. خلص الموسم انتقلنا إلى 88. في سنة 88 لغوا تحت 17 سنة وصار 15 و19 سنة. فهني يعني مرحلة وايد صعبة بالنسبة لي أنا، كان عمري تقريبا 15 سنة داش في 16، ما أقدر ألعب تحت 15، مجبور أنك تلعب تحت 19. كنت صغير حيل. في سنة 88 نفس ما قلت لك كنا صعدونا حق مرحلة 19 سنة، وكان المدرب بذاك الوقت خالد الزنكي. طبعا خالد الزنكي من المدربين اللي لهم فضل كبير علي ولا راح أنساه. كنت ألعب أنا جناح يسار في المراحل السنية كلها، كنت ألعب جناح يسار. استمريت مع خالد الزنكي في جناح يسار، ساعات أكون يعني تحت المهاجم وساعات لا جناح يسار، فأغلب الأوقات أكون جناح يسار. فكان أيوب نفس ما قلت لك، أيوب هو يكبرني عمرا فكان موجود بالفريق، فهو كان كثير الإصابات، كان عنده إصابات كثيرة، كان لما هو إصابة أنا أدش أنزل مكانه. كنت صغير تقريبا 15 سنة إلى 16 سنة ألعب تحت 19. فعقبها في سنة 88 صار دوري قوي تحت 19 سنة، أول ثلاث لعبات ما لعبتها، أذكر أن فزنا أول ثلاث لعبات، واحدة منهم كانت مباراة العربي. المباراة هذه كان اللي أذكرهم من اللاعبين اللي موجودين سامح حسين، منصور باشا من اللاعبين اللي كانوا مميزين في العربي، ما يحضرني باجي هذا. فهذه الثلاث مباريات طافتني، وعقبها تعور أيوب فصرت أنا أساسي، قام يلعبني خالد الزنكي أساسي. احنا صرنا منافسين على الدوري مع العربي وفزنا عليهم وفرقنا، جت لعبتين خسرنا فكنت العب. لعبنا يمكن سجلت في هالبطوله هذه يمكن 6 إلى 7 اهداف تحت 19 سنه. فاستمريت اني العب اساسي. في نهايه الموسم تفاجئنا ان السالميه متعادل معنا في النقاط. لعبنا مباراه في الصاله مع السالميه وفازوا علينا في الركلات الترجيحية، تعادلنا 1-1. هذه واحدة من المباريات اللي ما أنساها يوم كنت صغير،
ضيعت فرصة لازلت متحسف عليها. كانت النتيجة 1-0 لنا، وكانت أمام المرمى ما في أحد في المرمى، وحطيت الكرة بس حطيتها خفيفة يعني على أساس أنها رايحة جول ما في أحد. فحسين الخضري كان لاعب السالمية يعني ما شاء الله عليه سريع ولاعب ممتاز، أذكر قطع من بعيد ويا شال الكرة، نفس الكرة هذه ردت علينا جول، فصار اللي صار ولعبنا ركلات ترجيحية. يومها أنا بكيت وايد يعني، حتى خالد الزنكي خذاني قال لي إن خلاص يعني حسيت إن أنا سبب الخسارة. كان الدوري عندنا، تحس إنك أنت سبب الخسارة ولا سبب ضياع دوري كامل بسبب تضيع فرصة. لكن الحمد لله يعني احتواني خالد الزنكي، و يعني تحس ان اخوك الكبير ولا مثل والدك، ما عليه هذه تصير، صارت في ناس وايد وهذا، وانت شد حيلك. وفعلا استمرينا في الامر هذا. في نفس السنه هذه اخر الموسم خلصنا احنا، شالوا مدرب الفريق الاول، مدرب الفريق الاول في سنه 88-89 كان واحد اسمه ميلان يوغوسلافي، فشالوا المدرب حطوا خالد الزنكي مدرب. خالد الزنكي صعدنا احنا من الاصغاء، من تحت 19 الى الفريق الاول، كانت فيه مشاكل كثيره في الفريق الاول، فخالد الزنكي صعدنا احنا مجموعه تقريبا 6 لاعبين الى 7 لاعبين. فاخر الموسم كانت اول مباراه لي، كان عمري 19، كان عمري اسف 16 سنه، لعبنا ضد التضامن، فلعبت الشوط الثاني، كنت صغير يعني الناس طالع هذا من هالصغير هذا، يمكن عمري حتى يمكن ما كملت 16 كامله، اذكر في سنه 88 ما كملنا يعني، ما دشينا في 89 لان الموسم اللي وراه 89 هني اللي لعبت اساسي في الفريق الاول. فلعبت اخر مباراه كانت مع التضامن، كانت اول مباراه لي انا، وتعادلنا بهالمباراه 1-1. حتى اللي قول اعتقد جابر الزنكي سجل الهدف. طبعا في سنه 88 لما لعبت في اخر مباراه كانت في الدوري تقريبا، كان عمري 15 ونص، يعني 15 و6 شهور، 15 و... فخالد الزنكي اللي ثقته فينا لعبني، يعني صدق جسمي كان صغير وضعيف، لكن كنت قوي يعني، انا عضلاتي في عندي شويه عضلات، كانت يعني بطات الريل وفخوذي الجسم هني الايد، كنت محافظ حيل على التمرين، ما اذكر اني كنت اغيب عن التمرين، ملتزم في التمرين، فهذا الشيء ساعدني اني عندي لياقه بدنيه كانت عاليه. وصغير ما كنت افكر ان تعور كثر ما كنت افكر اني العب، يعني اي طقه كانت تجيني كنت احس يعني ان اقدر اكمل، اقدر العب. فاستمرينا في هالموسم هذا لنهايه الموسم، وبدينا في الموسم اللي وراه اللي هو الفريق الاول، على طول صعدت في الفريق الاول في سنه 89، موسم 89-90 لعبت الفريق الاول، فكنت اساسي في اغلب المباريات. في مباريات طبعا ما كنت اساسي فيها، اذكر في مباريات لعبنا في مباراه الكاس ضد الصليبخات، لعبنا كاس الامير ضد الصليبخات، كانت هم ذهاب واياب. المباراه الاولى كنا فايزين 1-0، المباراه الثانيه خسرانين 2-1، المباراه الاولى كنت انا احتياط، المباراه الثانيه كنا خسرانين 2-1، نزلني ابو عقيل خالد الزنكي اخر 10 دقائق، فالحمد لله قدرت احط هدف التعادل. الهدف التعادل هذا له ذكرى في 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 راسي انا يعني، فهذا كان اول هدف لي في الفريق الاول. فنزلت في 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 عندك 10 دقائق ولازم تبذل اقصى مجهود علشان تنقذ فريقك، فكانت الكره عاليه، الله يرحمه صباح ضايف حركها براسه، كانت على راس صباح ضايف حركها براسه لورا، فانا كنت فاتح سبرنت، فالكره كانت تناقز وعلى 18 بالضبط، فشت الكرة كل ما أملك من قوة على قولته، فراحت في زاوية 90، كان هدف جميل صراحة، طبعا الأكيد أنه مو مصور لأنه كان في المراحل هذه. فمن الفرحة صرت أركض
فنطوا علي الناس، يعني ربعي نطوا علي وحتى الإداريين، فكنت أسمع حيدر كان يشوتني، كان يقول لي راح تخلينا نلعب ضد الغاتسية. كان الغاتسية فريق قوي طبعا، كان مؤيد الحداد، حمد الصالح، عبيد الشمري، الأسماء هذه كلها، محمد مبارك، كان محمد إبراهيم، الناس اللي أذكرها، ومحمد بن أيان، ناصر بن أيان، فيصل الشعلان كان حارسهم، كان المنافس الأول للدوري العربي والكويت ويا القادسية بهذا الموسم.